السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة. بهذا الفيديو راح نلعب لعبة نقيب عن الذهب. طبعا شفت كثير يوتيوبر نزلوا عليها وعجبتني فحبيت أعملها ولا عجبني أكثر شيء باللعبة حتى أنبه لكم عليه. الشيء المهم اللي عجبني باللعبة إنه هي في لها يعني في عندك مستوى الأول، مستوى الثاني، مستوى الثالث، للمستوى الخامس يمكن كانت لحتى تنقيب على الذهب، يعني بس وصلنا هالليفل خالصين، ما عاد في شيء ثاني نعمله، يعني خلصت اللعبة. فحبيت نجربها تجربة، يعني خمس ست فيديوهات أتوقع راح تطلع معنا. ان شاء الله نبلش فيها هي السلسله بالبدايه. تعرفوا مثل ما شفتوا راح تكون شوي بدائيه، بس ولكن انا راح اعمل شغلات، يعني من البدايه احاول ان ابلش من ليفل 2، بحاول ما بوعدكم. راح نشوف شلون اللعبه وشلون راح يكون مجريات الاحداث. اذا عجبتك هي السلسله وحابني استمر فيها، يعني اسوي ست او سبع حلقات اللي حكيت لكم عليهم، نزلوا اعملوا لي لايك واشتراك ودعوا اصدقائكم كمان وشيروا هذا الفيديو للناس يعني اللي عندهم الهام بهي اللعبه، خلي ممكن يتابعوا يشوفوا هاي اللعبة ايش رأيكم فيها، ويعطونا اهم شي تعليقاتكم حتى يحفزني وافهم شو انتو اللي بدكم اياه، حتى دايما ابحث لكم عن ما هو جديد. يعني في عندي كتير العاب نزلها على الكمبيوتر بس ولكن ما عم بلعبها حسب ما عم بشوف ايش الناس تطلب حتى اعمل على هذا الاشي. وهلا خلينا نبلش بالفيديو، لست جو. طبعا هون اول شي صباح الخير، ثاني اشي انه الدنيا الصبح بكير الساعة اشقد الساعة 2 الصبح فقنا تمام، يعني عشان نعرف امتى يبلش اليوم. في عنا 10 ايام للصيف بلش. 450 دولار اعطاني، صفر ذهب، ميك صفر معشوات، معشوات اخر شيء. المهم بيعطيني السيارة. طبعا اول شيء مطلوب منا لازم نروح البنك وناخد قرض، تمام. اول شيء هون عشان نغير موقع الكاميرا هون، وبعدين نكبس مصدر عشان نشغل السيارة، وبعدين نشغل الميتور ونقلع. طبعا اول شيء نكبس هون الام عشان نشوف ان هون مكان كازي وهون موقع البنك. هنقدر نمشي على المطر قساوي، بس في من هون في مشكلة انا انتبهت قبل شوي فراح اطلع من هالطرف. يعني شفنا شنو لازم نبلش، ايش لازم نعمل، شلون لازم نروح، ايش لازم نسوي، يعني لعبنا شهر ربع ساعة، طلبنا شنو مو ربع ساعة تقريبا شي ساعة بما فهمت اللعبة كلها. نجي على البنك. طبعا هون ابي لي اول شي تاخذ الارض ايجار، راح ناخذها ايجار لو كونفرنشن. بعدين انا ابي لي شو بدك القرض، وانا بيعطيني 600 دولار بس انا راح اخذ 1200 دولار لانه في شغلة توني اكتشفتها يعني ممكن نعملها على هذا الاشي، وعم بيعطيني فايدة لازم تدفع 500. المهم دايلي ما مهم، تمام. انا اللي صار معي 1650. هلا بدنا نروح نشتري العده اللي لازمتنا. العده اللي حتنزمني هي هون، انه انا اخذت الموقع الارض. امشي اصلا شغل اي لو قدام شوي اليسار هون هذا الحداد برق دق دق. طبعا شلون عملت الشراء كلها هي شوي بالاول ما عرفت شلون السيستم. طبعا هي معكم صفرين نزيد طفي. طب لما نكبس تاب ولون شو كاتبي لك، كاتبي لك شلون لازم انت تعمل. اول شيء استاجر روح البنك، وبعدين استاجر الارض تاخذها مجاني بيعطيك اول فتره، وبعدين في عندك هون لازم تيجي على المتجر تشتري الادي هدول، بعدين تركب السياره وتروح على موقع الارض وتشتغل هذا الشغل. وهون طبعا هذا السيستم المعروف، بس بانه انا اخذت زياده مصاري فراح اروح مباشره على نقطه اعلى واللي هي ممكن. وطبعا هون عاملين لي هدول موجودات بالخيمه، هدول اثنين موجودات بالخيمه انا كنت ادور عليهم على ايتون. هلا بحتاج سطل اثنين فلتر وهي وهي بس راح اشتري من هون، تمام. بس ولكن انا في 13 شغلات ممكن اني اقدر اشتريها، فراح اشتغل انا مباشره راح ابلش بهي مشان ما اضل ابي مي وفضي وهالشغلات هي، ففورا راح ابلش لان المصاري معي بتكفي اني اشتري هذا الاشي. واهم اشي انه طلعت ايش لازمني. اول شي راح يلزمني بهدول، تمام. هاي اول اشي هون، تمام. هون في عندك خرطوم واحد، هذا واحد، تمام. ايش في كمان، ايش في ايش في تمام. هلا هذا راح يلزمني اربعة، تمام. هذا ابو الفلتر بدي اياه، يعني هذا ما له مضخة، هذا له مضخة. بدي هاد واحد وهذا واحد. انا صار ما انا موجه راسي اطلع عليها لانه الارقام اكيد يعني عندي كل شيء، تمام. هلا ايش بدي سطل، طوني عذبني السطل والله العظيم خربت اللعبة ديك مشان السطل. ليكو هيا الكرمال سطل، كله 5 دولار. حلو ايش ضل بدي كمان، ايش ضل بدي، ايش ضل بدي. اتوقع صار يكفي هدول، ما بيحتاج اشي تاني. قيمة البضاعة 690 دولار، تمام. اوردر يا تمام. هلا صاروا موجودين برا. هلا نبلش تحميل البضاعة. طبعا بعد ما نحمل هلا انا هي بدي اتركها اخر شيء. طب بلكي هون اترك ليها لانه راح احتاج عليها انه اعبيها مازوت مشان هي هي وال هي وال وال شو اسمه هي والمولدة.
يضل يمشي بسرعة، عشان ما حد يستغرب لي اوه شو عم بيمشي بسرعة ده الدعاب تبعك. تمام، اعطيني هاي المولدة، حطها من الطرف التاني عشان نقدر نعبيها مازوت. ندور على الكازي اعبيه مازوت لل، قبل شوي رحت جخيت على السيارة عبيتها فللتها مازوت، يعني فكر حالي مطرخ. نطلع والله شغلة في اكل هوا شغلت بس شي فريم اي. طب بدنا نروح على الكازية، الكازية ورا، نرجع برجوع يلا قرطة يا حسبت عليك. بعدين هكب السيارة انا، يا الله نسيت اقفلها. لا 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 مو هاد مو هاد، والبعدون هذا هو. اعطيني المازوت حجي، والله اخذت كتير مصاري حرام. بس هي مو بدي اعبي ذكرت، والله هون عندي تقريبا حطينا شي 13 دولار، وعندك بهي كمان، في عندك هلا كمان تحط عليه. طبعا شو بدي اركب الغطاء اللي راح، يلا ما بيناتنا غطاء. شغل معلم، بس ليش بأول بوكس طار الموضوع؟ انا ما فهمت. والله هو بوكس. هلا من عند البنك نطلع اليمين او من عند المفرغ اللي بعده حسب راحتنا انت اللي تحبه، بس نوصل هون. اه تمام، هون 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 هون. اراني اراني تمام. طب طفي زين، طلع شلون صار هاي كليت السيارة، ما صار فيها كلتش شكلها. خلينا نبلش نروح نصف الاغراض. تمام الله يا معلم، شكل السيارة راحت. يا اخو ملالي، تمام تمام بفهم ايش لازم اعمل. ولو نصير مثل فورتنايت نقدر نقص الشجرة امورنا لوز. زعجتني. تمام خلينا من اول ما نجي فور ركب المي، ما بدي اوجه راسي ده ساعتين. لا من هالطرف قبل شوي حطيتها، بس في شغله هون. اه شكلها لعبه قلتها شكل معلم. والله يا معلم السياره شكلها راحت. بيلي اي كانت ما فتح، بعرف ايش لازم اعمل، ما بعرف شان بيدون، بس يعني اه شو ما عم بتحرك بسرعة عالية فما عم بيقدر يركز معي اللعب. انت تلزمني هون ضل نحكي معك بعدين، بس خلينا نشوف شو وضعت السيارة ليش هيك صارت. طيب السيارة هي جدا أجرة يا معلم. هاي كبير، هاي البط اه يمكن لك البطارية راحت، ما بعرف جوز والله ايش حيصير ما بعرف. بس المهم المهم نحن اهم شي ناخذ الذهب، اهم شي ناخذ الذهب، هذا اهم شي، هذا اهم من كل شي، اهم من جدك. هلا نغير على الكريك، وطبعا انا في نقطة كنت قال بقلب الكريك قلب، ما راح نقدر نحن نصير اوتوماتيكيا حاليا. انا شفت العالم والله بيقلب بالتراكس المصاري، المصاري بيقلب بالتراكس الذهب. فتصار 40، طبعا هون ضل انا بعبي تراب لحتى ما يصيروا هدول فلاتر 100%. بس طب بس الشغل طبعا والله مازوت فل، وهي راح نعبيه اتوقع هيك صار. تمام صار فل. هلا نجي على حرف ال وين شلون اش ايوه هاي. تمام هلا نحن ايش ضل بدورنا لازم نسوي؟ نضل نعبي تراب عشان ايش؟
عشان هدول يتعبوا. انا لحد الان الحمد لله ولا غرام دهب لقيت. العالم بتغرف تلاقي مصاري، والله شفت العالم هي بتغرف تطلع مصاري، انا لحد الان ما لقيت ولا هب الذهب ولا حب الذهب ولا شكلها لها علاقة. والله شكله لا في ذهب ولا في بطيخ، ان شاء الله نصب. الله هيك حاسس. طب خلينا نروح نجيب هاي بشان التصفاي، قالوا هني موجودة هون، مقارنة توني موجودة هون. هاي الطاسي، طاسي ايوه حطهم. نروح نجيب التاني الطشط الكبير. الله يكون ان شاء الله. بس هي اول بيعة بس نتممها ان شاء الله، هيك نحصد مصاري يعني، وامورنا لوز ان شاء الله، مثل ما يقولوا نكبر الفقر. تفضلون تمام. لا بعيد شوي انت اللي يكون انظر لك الاشي التعب. اتوقع انه صار لازم نعبي. انا شفته وقف على 15 هذا، يعني هذا لازم نضل نعبيله يا معلم عشان المازوت. شايف شلون؟ مو باش عبي روح ما عبال شيء ابدا. هاي في كريك اكبر من هذا. المهم نعبي لكم، نعبي هذول ونرجع لكم. شوفوا يا شباب الصورة نطلع شو حرفيا يا زلمة. هاي 99، هاي كل غرفة اتوقع 100. اه 100 تمام. خلينا نطفي الترقة هذا اول شي. اه يصرف الموضوع مخفي. اش 77 مش مين فاتها، سكره يروح يطير الموضوع كمان. تعال انت خليك هون، هلا بنبلش مثل ما يقول نحصد ما جنيناه. بينا مي اول شي بعدين نحطه هون. نعم والمي ايش يفهم في مي حاسس. يي علينا الله اكبر الله اكبر. اه هيك ما لي حاسس انه في فرق كبير يعني. شفت انا الناس هي ما هي شايف انه في ذهب يعني. اقول على الله ما شو شو بده يطلع. هلا هو ايش عارف يقول لك يوز شو بدك تنزل. شو انا الو حسبي الله ونعم الوكيل. والله حطيعنا اول خساره. يلا معلم ما تخزر غلط التجار عادي. شلون بدي الم الذهبات هلا؟ ايوه بس 5 جرام. والله كنت اتوقع يطلع لي 10 جرامات. عملية تمليط التنظيف والله كتير صعبة. لا لازم نجيب ماكينة بسرعة. نرد ننظف مرة ثانية. لازمك بس مو ايه روحي لعن. والله مكتوب ايه هيطلع الهجر ضل. حلو شيء دعابي الذهب. الله شيء غجي فتح العيون. بعدين لازم نرفع اكثر، بعدين نصفي. ها
اي بقى اني اذا كان والله ايه الكبار بالملقاط والصغار بالشفاط، شايف صغار صغار هلا بس اوه كبير كتير والله نايس والله، يعني طلعنا بمبلغ اتوقع يعني هدول يطلعوا شي 3 4000 دولار. قلاب مليم تمام. هلق بدنا نرد نشغل مرة تانية. هو صح ليش ما شغلت؟ والله صغير تروح نفسه، ليش ما شغلت؟ ليش بدي اروح؟ عندي وقت ليش ما اروح؟ شغل شغل اجي شغل. خلينا نسوي وجبة تانية. طلع شغل انت شفطنا بالارض يا زلمة. يعني تعلمنا شوي. انا اسوي الوجبة التانية وبس خلصتها شوش خسر معنا الذهب ونرجع لكم. حلو والله يا شباب شايفين عندي 41. ابو ليش هذيك بعيد يا زلمة؟ انت ليش هون؟ خالص قلك معلم عنا يفل عنا كل الامور لوز. لازم احنا نروح اول شي صار بالسيارة تبعتي. هلق انا لازم اتجه الى المخرج اروح ابيع الذهب وارجع انام، او راح زيفها وبكره كمل ما، او راح اشتري من المحل وبكره كمل. سعيد تذكرت تذكرت الحداد مو وقت حد وقت كمان لا يشتغل، فانا تروح نام ونرجع. تبيع ذهباتك كلها ب 1200 لاعب مولا اشتغلها وراح استناك. قد بده وقت 15 ساعة. طيب تمام اوكي. هو ليش لحد الان مش عارف يعني انا. طب لك كم ساعة علق فيه؟ 8 12 ساعة. نعم وات ايش علينا ديون صرنا مكسورين. صباحية مباركة يا الريس. وين حد وين ذهبتي؟ هاي خذيتها. شو عم بحطها من ورا يا معلم والسيارة مقلتش هيك؟ اتوقع هيك والله مراقبة طلع عليها بس ما تروح تضيع. والله ضاعت خربت الدنيا. ايوه البنك قد اجيتك يا رب والله حفظ بس زي طفي لا صفى بنص الشارع لك لان نحن العرب يا معلم. قلت لك يا معلم بيدي والله بيدي بس والله كنت مفكر يا زلمه تجمع ثروه. انا معناته يا شباب انا لو هون يكون خلصت بدي اروح اشتغل لي شويه ذهب اجيب لحتى يصير عندي 10000 دولار ان شاء الله، وبعدين هطورها. معناته تطويره والله خلينا نروح نشوف ايش رايك التطوير. انا شوف الاول خلينا نروح نشوف عند عمو البياع. انا عم بفكر اشتري ماكينه لاي موضوع التنظيف التنقيه عم بيعذبني كتير صراحه، فبدي اشتري ماكينه التنقيه. طبعا هذا راح يتركوا دول في الفيديو الجاي طبعا، لانه بس اليوم راح اشوف ايش راح سعرهم، وبشان بكره اجهز حوالي يعني مشان عرفتوا شنو. خلينا نطفي السياره قبل ما انزل. خلينا نشوف ايش سعرها بالاول اليوم وبكره ان شاء الله نكمل. مو بكره يعني الفيديو الجاي، بكره بكره بعد بكره ما بعرف. اوه حقها 4200 دولار. طب خلينا نشوف ايش بطلب مشان نشغلها هي. اوه اضوه بدنا هي. هيطلع لك على السطح المباشر بدون فلاتر بدون شيء. ونص تروح هناك. والله شوف هي العمليتين صعبات صراحة يعني، هي مملة وهي مملة، بس انا بشوف انه نشتغل على هاي اهم من هاي، لان هاي ما عادش تاخد طبعا عزلنا بنحتاج موال. هي اغلى شيء اتوقع، وهي هي عندنا اثنين كلياتها بدنا بس هاي وهاي بدنا، وبالمقابل هي نفس الشيء بدنا هاي كمان وبدنا هاي. طب خلينا نشوف ايش قد سعر هاي ايش قد سعر هاي. هتنقرر هاي سعرها 4000 دولار 5000 دولار. تعرف شغلة راح اجمع لكم 10000 دولار. راح العب انا اخلص هون الفيديو وانهي ان شاء الله، راح اكملها انا من خلف الكواليس. راح اجمع 10000 دولار، وبجمع 10000 دولار راح اشتري هدول الماكينتين بالفيديو الجاي. ما راح اشتريهم انا لحالي، راح اضل العب بلعب لين شفتوا شو انا حفرت. راح اضل احفر 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 حتى اجمع 10000 دولار واشتري هدول الماكينتين وجمع ذهب يعني كمية كبيرة جدا كبيرة، وادفع الدين علي يعني يكون يومين ثلاثة مرقوا، واشتري بعدين هاي واشتري ان شاء الله في فيديو جاي. وهون كنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا تحت اللايك والاشتراك سنة اليوم فيديو جديد حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.